ستيف يشار لأنه الاتصال الهاتفي جاهز مع الطبيب الدكتور إلياس أخاموك وهو مختص في الأمراض المعدية. صباح الخير سيدي الكريم. صباح الخير. إذن قبل أن نبدأ في الحديث، تعرف كما يعرف كل الجزائريين وتابعت هذا الخبر وهو وفاة أول حالة في الجزائر، تعليقك سيد الكريم. يعني كنا يعني في الحصة بأن الارتفاع عدد حالات المرض يعني كان شيء منتظر، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل. يعني كان الوفيات ثاني حاجة منتظرة، لأنه نسبة الوفيات العالمية هي تقارب 3%، ولهذا يعني إذا كان ارتفاع عدد الحالات في بلد سيكون هناك ارتفاع عدد الوفيات. المغرب الشقيقة عندهم حالتين فقط، عندهم حالة وفاة. أخبار يعني تقول بأن المتوفي أو المتوفية عندها عمرها 76 سنة، وهذا من يعني الأسباب التي قد تؤدي إلى الوفاة بهذا المرض.